فرنسا ولت ما عادش عندنا يعني. فما حوالي انا مسؤول على التوانسه في الخارج يعني مكلف بالمهمه هذه في الحكومه. عندنا عدد التوانسه في اوروبا حوالي مليون، يعني حوالي 10 التوانسه موجودين في اوروبا، وحوالي ثلثيهم عندهم الجنسيه المزدوجه. فتلقاه الماني وتونسي، فرنساوي وتونسي، امريكي وتونسي، كندي وتونسي. ما عاد تسمى خوف ثقافي. انا فرنسا عاقله معنا. لا نحكي، انا عندي ثقه في التوانسه، عندي ثقة في أي تونسي حيثما كان عنده قوة الوطن ويدافع عليها. وأنا نقول لك أنا استغربت، أو نعطيك مشهد. صبيحة انتخابات 23 أكتوبر كنت في باريس، فكنت شفت في السازيام وفي الدوزيام وين التوانسة مشاو يصوتوا. صراحة نقول لك اللي شفتهم شادين الصف، نعطيك مشهد، بكلهم نساء ما همش لابسات الحجاب، ولا واحدة شفتها لابسة الحجاب، بل ميني جيب وكذا وبيان برونشي وشباب. معناها كي شفتها كاكا قلت للجماعة النهضة مش يجيب 2%، جات الأولى في كل تقريبا معناها البلايز. الناس هذوما اللي عندهم، وعلاش اختاروا حزب الجزء من اختيار النهضة على أنها مش على أن عندها مشروع سياسي مفصل، لأنهم حبوا يطمنوا على الثورة ويطمنوا على الهوية. اليوم نحتاجوا النهضة اليوم بعد ما جربت سنتين في الحكم يلزمها تزيد تفصل في مشروعها لإدارة الدولة، وأنها بديل لي من أجل حل مشاكل الاقتصاد والاجتماع وغيرها. ومن اليوم حبيت نقول لك عندي ثقة فيهم التوانسة الكل، وما نتصورش عقولنا صغيرة وينجم يجينا أي طرف خارجي يفرض علينا رأي، ونحن نعيش بالقدر مع كل الأطراف الخارجية. صحيح أنا بلاد صغيرة ما عندناش قوة نووية كما نعرفش إيران باش تضغط بها ولا غيرها، ولكن في نفس الوقت هذه إبداع الحرية. فكرة أن نحن الشرارة الأولى للثورة موقف حتى حد، لا الأمريكان لا الفرنسيس لا غيرهم كان علمهم بالثورة، حتى توانسة تفاجئوا بالثورة. باهي، ما ثماش ضغوط عليكم، ثم رئيس حكومة جديد. طيب، من هم مرشحوا النهضة؟ اليوم النهضة ما عندهاش مرشح. اللي يهمني قبل هذايا شوف اللي يهمني سي عبد الرؤوف، النقطة هذه أعتبرها مش مكسب للآخرين، هي مكسب لتونس ولينا نحن أولا. الناس اللي هم مسؤولين على المرحلة الانتقالية أنه نعمل دستور للبلاد. هيئة الانتخابات هك شفت إذا اليوم صادق عليها، تي نحن المرة اللي فاتت قعدنا نخدم قوانين نظام بن علي. تي مردود عليك. تو سي حسين اسمح لي بكل تو شوف. أي. مردود عليك. أنا قبلت كل كلام رئيس حكومة سي حسين الجزيري. رئيس حكومة جديد يجي وقال لي ما ثلثين هذوما. لا التنقيح. ما يتوفروش. خليني نقول لك سامحني. ثلثين ما يتوفروش باش ينجموا يحلوا حكومة جديدة، ينجم يكون هذا مستبد وينجم يفسد الحياة السياسية كلها. نحب نقول لك النهضة وللأسف ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة المقبل لإدارة المرحلة؟ لا، هي أنا قبل ما نوصل رئيس الحكومة حبيت نقول لك النهضة كانت تركيزها الأساسي. شلون نطمئنكم؟ استنى، ما مخوفنا شيء. نحب نقول لك شلون نطمئنكم؟ ما نخوفنا شيء، عندنا ثقة في الشعب، وقلت لك ثقة في ربي أولا، ثقة في الشعب وثقة في روحنا، وما خايفين من حتى حد كان من ربي. هذه حاجة تكون باينة، ومهما كانت القناعة الناس تحدث على يدي مرتعشة ودرا شنو صعوبات في إدارة الدولة والمرحلة، وتكلبت علينا المشاكل الداخلية والجهة وغيرها. وأنا كنت في نيويورك عودت هذه أكثر من مرة، يسألوا فيا كيفاش ما زالت الثورة في تونس باقية، شبيها ما طاحتش، شنو هي الحكمة منها؟ أنا برأيي حسن الإدارة. ما ندعيش أن النهضة بركة، حتى أنت في المعارضة البرة صوت، خارج المجلس سي عبد الرؤوف داخل المجلس، سي مهدي لوج على بلاصة في الوسط بشوي بشوي يسايس على الوضع. مرشح على بلاصة في الوسط ظاهرة من غير ما نلوجوا عليها. ربي يعاونكم. الله توبة من جهة وأخرى من جهة. بلاصة كبيرة قريت ولا في الوسط، وهاكم نجيبوا فيكم للوسط الحمد لله يا ربي.